انا عايز افهم بس بمناسبة السؤال، ايه اللي بيؤدي الى التليف في الرئة؟ يعني تمام هل الرئة دي ممكن تتليف نتيجة مثلا حساسية الصدر، واغلب الناس اللي عندها حساسية تخاف تمام من تمام التليف، تمام ولا نتيجة التهابات، ولا ممكن تيجي لاسباب تانية؟ تمام والله يا دكتور مصطفى سؤالك ده هايل. وخبر حضرتك هو حقيقة التليفات دي نوعين، يا نوع أصلا متمركز في منطقة ما من الرئة، وده غالبا بيبقى نتيجة إصابة جت في الرئة في الحتة ديت من الأمراض واخد حضرتك اللي جت وسابت ألياف، زي مثلا ضرر قديم واخد حضرتك عملت شوية ألياف ومشيت، التهاب فطري قديم وساب شوية تليفات ومشي، زي ما انت ايه مكان انا اتعورت فيه وساب الأنسجة اللي فيا، يبقى باين أثر التعوير. تبدأ تكبر تكبر بقى. لا ده بيبقى متمركز ده وبس خلاص زي في ما المكان وما نخافش منه، ده حلو، خلاص طب كويس. ده بالنسبة له. لكن في بقى تليفات بتنتشر، عملية تليف، عملية تليف للرئتين، نتيجة وخبر حضرتك دي بقى ليها أسباب كثيرة جدا جدا، أهمهم والأكثر شيوعا وخبر حضرتك إن هو مش معروف له سبب، يا سبحان، زي الأورام كده يعني. حاجة مش معروف. الحاجة التانية الأمراض الروماتيزمية، الأمراض الروماتيزمية رغم ان قد تصيب، ما فيش علاقة لا مباشرة الأمراض الروماتيزمية دي يعني، واحد ركبه بتوجعه ولا رجليه ولا مفاصل ايديه. لا ما الامراض الروماتيزميه دي كتير، مش يعني مش الروماتويد بس او الزئبه الحمراء بس أو لا لا لا، ده في امراض كتيره جدا، فدي بنسميها عليها مجموعه الامراض الروماتيزميه اللي هي اصلا بتصيب الياف او نوع من النسيج الضامي اسمه الكولاجين، واخبر حضرتك. فالكولاجين ده ممكن موجود في يفضل يمشي يمشي لغاية ما يوصل للرئة. موجود في المفاصل فيصيب المفصل، موجود في الرئة فيصيب الرئة، الكولاجين ده موجود في الكلى يصيب الكلى وهكذا. فاحنا طبعا الأنسجة ديت أنسجة من أنواع الأنسجة الضامة وخبر حضرتك، وبالتالي الأمراض الروماتيزمية تصيب هذا النوع، تسبب وبالتالي قد تسبب وخبر حضرتك، قد تسبب مش لازم كلهم مشاكل في التليفات في الرئة، او ممكن تعمل مشاكل في الكلى وخبر حضرتك، او تعمل مشاكل في الجهاز في المفاصل، او في الغشاء المبطن للقلب المغلف للقلب، الغشاء المغلف للرئه، يعني في حاجات كتيره جدا. فلو هي حضرتك تليفات من اللي هي المنتشره ديت، في ادويه كمان بتسبب تليفات وخبر حضرتك، في برضه حضرتك كيماويات تسبب تليفات، يعني في في أدوية ممكن الواحد يتعاطاها لعلاج مرض ما، تسبب طب تليفات. هو معروف ده؟ طبعا بتبقى طب ما عارفينه كل، احنا طبعا مش طب اللي بيديها ده مش عارف إن ممكن لا ساعات بيبقى مضطر ان يدهو في اضطرار أكتر إن أنا أجيب تليف لا للرئة؟ ساعات بيبقى فيه مضطر وبيبقى حاطط في دماغه ان ده فتره وبتاعه، وده بيبقى رياكشن يعني رد فعل عند بعض الناس مش كل الناس، وخبر حضرتك زي مثلا ايه، طب ما البنسلين كان جميل وقضى على ميكروبات كتيرة جدا بس عمل واخد مشاكل. حضرتك، في ناس بياخدوا كان يجيله تشوك على طول الحساسية صدمة دي. حساسية منه، ولكن ايوه ده معناه مش همنع البنسلين صحيح. واخد حضرتك، ولكن باخد عن حذر وترقب. ما مهمة الطبيب ايه حضرتك؟ يعني دايما انا حتى هقول لحضرتك حاجة يا دكتور، يعني انا عندي اللي ما بيجيش في استشارته بلغي له الكشف بتاعه في الميعاد بتاعه، اللي ما يجيش في ميعاده بدي له فترة سماح 3 ايام ماكسيموم في عيادتي، واقول له ما جاش خلاص اتلغى كشفه. ليه بقى؟ مش عشان حاجة، أنا عايزه لأن أنا مترقب الدواء اللي بديه، ايوه عايز عايز اشوف ده أشوف وصلت هتبتدي لايه. هتظهر منه أعراض جانبية، دي تهمني قبل النتائج ده في ناس الإيجابية. كتيرة جدا ما بيروحوش للاستشارة، ما أول أنا ما ما أنا يتحسن ما نسبيا ما دي يا ما دي مشكلة، خلاص. أنا بيهمني جدا أترقب حدوث مضاعفات جانبية أو آثار جانبية، أو ورقم اتنين إن أنا أشوف بقى المرض عندي بدأ يستجيب ولا لا، لكن شوف انا اهم حاجه بدور الاعراض الجانبيه. فطبعا في ادويه كده، في الاشعاع، العلاج بالاشعاع ممكن برضو يعمل تليفات. بس واضح ان ولا سبب لغايه دلوقتي مرتبط بالحساسيه او مرتبط لا الحساسيه، بالالتهابات الرئويه. الحساسيه حضرتك مشكلتها تعمل تليفات في جدران الشعب الهوائيه، الشعب مش الرئه نفسها. مش الرئه، مش النسيج الرئوي نفسه، ودي بتفاقم من ايه، من حده الازمه بقى ومن قفلة الشعب الهوائية ايوه واخد حضرتك، وده اللي انا بقول ايه، تغيير الخريطة بتاعت الانسجة بتاعت الشعب الهوائية، اذا استمرنا نهمل مرض الحساسية بتاع الشعب الهوائية
وسيبنا النوبات رايحه جايه تمام. ورا بعضيها. طب واضح انه من خلال الاسباب ديت كلها ان مفيش فعلا زي ما حضرتك حط مفيش حاجه نحط ايدينا عليها نقول ان ده سبب تليف في الرئه. إيه زي ما بقول لحضرتك يعني حضرتك الادويه مع بعض الناس وبعض الناس ودي بتبقى بالظبط الامراض الروماتيزميه لما بتيجي تشوف بعض التعرض للاشعاع واخد بال حضرتك بعض الكيماويات التي التدخين ملوش علاقه بالتليف. ما انا هقول لسعادتك الكيماويات التي تستنشق، وطالما بنقول التي تستنشق يبقى لازم نحط ايدينا على المحاجر على المحاجر والصناعات والاهتمام بتعليمات الامن الصناعي جيدا، لان بعض الصناعات تعمل تليفات خطيره في الرئه، وده بسبب ان العامل يقول لك لا اظن الكمامه دي مش عايز البسها. في حاجه اسمها كده اللي بيشتغلوا بقى في المحاجر او المسابك الرصاص دي لابد ان تخضع لرقابه من الامن الصناعي، بيقيس لي اولا كثافه المعلق في الهواء ده اللي فيه جوه الراجل ده بيشتغل، اللي هو الغبار الصناعي او بتاع المحجر او الكلام ده، لازم اضمن ان في تركيز واللي هي تركيز عالمي مقبول ان هو ده، وما اسمحش بحاجه تانية ان انا بقى دايما حاطط تهويات ومرشحات وحاجات من دي في قلب المصنع، والكلام ده لازم يبقى فيه رقابه من الدوله ده جدا عليه. رقم اتنين العامل كمان يلبس الكمامه دي، فدي برضو احدى كده. عندك بعض المبيدات الحشريه والجماعه اللي بيستخدموا المبيدات والكلام ده في المزارع والغيطان والكلام دوت، برضو ده المفروض ان لازم يلبس كمامه اثناء ما هو بيرش المبيدات والكلام دوت. الحاجات دي كلها مهمه جدا واخبار حضرتك، ولكن يبقى السبب اللي احنا دايما بنقول عليه ان انا مش عارف سبب، ان انا مش حاطط ايدي. مش طب حاطط. هل بدايات التليف تعلن عن نفسها عند المريض في شكل اعراض ملفته للنظر؟ احب التسجيل معك يا دكتور. ربنا يخليك. لا ما هايل. لا لا هايل يعني ما شاء الله عليك يعني. اولا طبعا اللي انا عايز اقوله، شوف حضرتك هتلاقي فيه كحه، واخد حضرتك كحه ناشفه، واخد حضرتك النهجان ده هيجي متاخر شويه لما يبتدي ايه المساحه بتاعت الرئه اللي اتليفت بقت كبيره انتقصت من وظيفه من الرئه كمان. لكن هو هيبتدي كحه، جميع امراض الجهاز التنفسي هتلاقي فيها كحه. تمام. وده السبب ان انا بقول ان مفيش حد يستهتر بالكحه. ليه؟ ان الكحه دي تنفس لما هيجي ان بيقول لك انا عندي مشكله بان زي الطفل الصغير بيعيط عايز حاجه، جهاز تنفسي بيعيط بان بيصرخ بيقول لك انا في مشكله عندي، واخد بال حضرتك. فعلى هذا الاساس يبقى المفروض ان حضرتك على طول اتجه على طول للطبيب، مع الوقت اعتبر ان مش كل كحه معناها. لا مش معناها بالظبط كده، مش معناها الكحه اللي تزيد عن 15 يوم لابد من عمل اشاعه والتوجه للطبيب الاخصائي على طول، مفيش قلب بيه على طول. ايوه على طول دي مفيش فيها نقاش. وبرضه حاول حاجه حتى ان شاء الله اروح لممارس عام حتى واخبر حضرتك نازل برضه برشح وني هيديني تعليمات ويديني شويه ادويه عشان نزلت برضه ما تتفقمش وتبقى نازله شعبيه. لكن انا كحتي زادت عن 15 يوم لا اتوجه للطبيب الاخصائي، اعمل فحوصاتي عشان ابقى مطمن وعلى رؤيه. لكن اللي هي المشكله ايه؟ ان يتساب انا بكح مش عارف ايه ده كحه بسيطه، خد يا فلان كذا، وبياخد ادويه سبق انه خدها يعني مهدئات كحه وينزل يستشير الصيدلي او يقعد واحد مش عارف صاحبه ولا جاره ولا ما زميع. لا لا خد الدواء الفلاني ومش عارف ايه وده هيظبطك وده لا مفيش كده. جهاز تنفسي لابد ان نحترمه لان الجهاز التنفسي ده حركه الجسم كلها قايمه عليه. اذا اول عرض الكحه الناشفه، الكحه الناشفه مش اللي مصحوبه ببلغه، لا هتلاقيها ناشفه. هنكمل بقى الاعراض اللي ممكن تنذر بوجود بدايات تليف عشان ننتبه ليها. احنا قلنا الكحه الناشفه تستمر اكتر من اسبوعين. الكحه الناشفه لا بص حضرتك اي كحه تستمر اكتر من اسبوعين لازم نروح للطبيب الاخصائي. ده طبيعي ده طبيعي ده طبيعي. لكن هي هنقول اعراضها ايه؟ كحه ناشفه واخد حضرتك وبتبقى رزله يعني ده في بدايه القصه بقى. أيوه. وممكن تتطور القصه بقى بعد كده تبقى طبعا الاماكن اللي بتتليف ممكن يجي لها التهاب، فممكن يجي بعد كده الكحه يبقى فيها بلغم واخد حضرتك. ممكن ده بقى اللي التليفات تزيد قوي هتبتدي تشد على جدران الشعب الهوائيه يحصل تمددات شعبيه واخد حضرتك. يبقى هتبقى في كم كبير جدا من البلغم، ما يقولش ان انا ما عنديش تليفات لا هيبقى عنده. رقم اتنين هيبتدي يحصل تكيسات هوائيه واخد حضرتك،
هيبتدي يحصل طبعا نهجان شديد، النهجان بيزداد مع حجم المنطقة التي تتليف، يبتدي طبعا النهجان طبعا يزيد. وخبر هذا دي بقى قد تصل في النهاية ان هذا الانسان لا يستطيع ان لا يتنفس. مؤاخذة يقضي حتى مشوار خطوتين وهو قاعد كمان قاعد بيلقف. هل نسيج الرئة قابل للتليف السريع؟ يعني ولا بياخد وقت المسائل دي على ما يعني طبعا بتختلف من انسان لاخر؟ لا بتختلف اولا طبعا من انسان لاخر حسب نوع التليفات اللي جاله ده ايه، لان في امراض كتيره جدا بتعمل تليفات يعني زي ما بقول لحضرتك. فطبعا حسب النوع اللي هو اصيب بيه في انواع طبعا في خلال 6 شهور سريع يعني. ودي بتبقى يعني من الحالات الغريبة جدا ان هي بتيجي، وممكن طبعا في خلال 6 شهور تلاقي الرئة عشان كده قصة مراجعة الطبيب في مهم جدا مهمة جدا في الفترة جدا الأولى، جدا وطلب الأشعة برضو ده مهم، لأنه مهم. ممكن الفحص الإكلينيكي ما يبينش برضو. والله يا دكتور مصطفى يعني دايما اقول ايه الفحص، يعني اقول للعيان دايما بتاعي في فرق ان انا لا مؤاخذة داخل أوضة ضلمة وعمال أحسس وأشوف المكان فين عشان أوصل له، والفرق أنا داخل معايا بطارية واخد بالك، داخل بخش بشوف. لكن هل الدكتور اللي له خبرة في الأمراض الصدرية يقدر من الفحص الإكلينيكي بالسماعة وكده يكتشف إن في تليفات في الرئة أو في بدايات، يعني يحسها من نفس المريض شوف هقول لحضرتك حاجة طبعا. أو حتى يشك؟ ما انا هقول لسعادتك حاجة يعني. طبعا اللي انا عايز اقوله طبعا الطبيب بخبرته وبالحس الاكلينيكي، يعني وبمناقشة المريض برضه. بالحس الاكلينيكي، انت عارف الحس الاكلينيكي ده برضه يا دكتور مصطفى دي موهبة، موهبة تمام وخبر حضرتك. تمام زي تمام مثلا انت بتيجي للقسطة ميكانيكي بتدي له ولدين في سن معين، وتيجي بعد 10 سنين تستلمهم، ده صنايعي وده صنايعي، ده تمام صنايعي عنده في حس شاطر عالي جدا جدا. شاطر فهي الحس الكلينيكي مهم جدا، زائد طبعا العلم زائد الخبره. واخبار حضرتك لا بنعرف طبعا تمام احنا العيان وهو داخل لنا من الباب كده بنبتدي نشخصه.